في آخر حلقات المعسكر الصيفي الثامن للأكاديمية الملكية للشرطة، نرحب فيكم مشاهدينا. 3 أسابيع قضيناها معكم مشاهدينا ما بين التعلم من خلال الزيارات وورش العمل والمحاضرات، والمرح أيضا كان له نصيب من خلال هذه الفترة. وفي هذه الحلقة الأخيرة ندعوكم لمتابعتنا في آخر رسالة للمعسكر في عام 2016. منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ورؤية السلطة التشريعية النور بالشكل الحديث، أصبحت مملكة البحرين نموذج رائد في المنطقة عبر نظامها الديمقراطي، وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم في المجلس الوطني بغرفتي الشورى والنواب. تم تعريفهم باختصاصات مجلس النواب وتشكيله وتاريخ العمل البرلماني في البحرين، وكذلك تعريفهم بلجان المجلس واختصاصاتها. من المجلس الوطني حيث نتواجد مع أحد الطلبة الموجودين في هذه الجولة بهذا اليوم، تعرفني بنفسك؟ خليل إبراهيم مختار. خليل، تخبرنا شوي أكثر عن شنو تعلمت من خلال تواجدك اليوم في هذا المكان. تعلمت عن المجلس الشورى والمجلس النواب، أن مجلس الشورى يتكون من 40 عضو، ومجلس النواب يتكون من 40 عضو. وأيضا شنو الأكثر حدثوكم عنه فيما يتعلق بطريقة جلوسهم أو حتى المقاعد؟ تعلمنا عن أن كل محافظة يرشحون نفسهم، أي واحد أكثر يحصلون أصوات هم اللي يصيرون نواب على المنطقة. مثل هذه النوع من المعلومات كيف من الممكن أن تفيدك في حياتك؟ شنو ممكن تغير في حياتك أو تعلمك؟ يمكن إذا كبرنا ونرشح نفسنا، إذا صار عمرنا 30 سنة وأكثر ونرشح نفسنا ونصير نوابين إن شاء الله. بالتأكيد، وهذا شبابنا وهذه همتنا فيهم إن شاء الله، أن احنا نشوفهم في يوم من الأيام أحد أعمدة هذا الوطن عن طريق عملهم في المجلس الوطني. تشهد مملكة البحرين عملية النهضة والبناء بكل أشكالها الاقتصادية أو السياسية وحتى الاجتماعية والثقافية عبر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي توج بوجود المجلس الوطني بغرفتي الشورى والنواب. زيارتنا في هذا اليوم للمجلس الوطني مع طلبة المعسكر وصلت إلى ختامها. البحرين الدولية، نصبح عليكم بالخير مشاهدينا. وفي فترتنا الصباحية اليوم راح نستمع معاكم إلى محاضرة حول قيادة السيارات، يهيئون من خلالها الطالبات لقيادة السيارات في حلبة الكارتينج. ابدوا اهتمام في الشيء اللي يبونه، يعني خصوصا لان الموضوع في المارشلينج كانوا يسالون لنا اشياء اللي بتفيدهم بعدين الكارتينج، فكان عندهم يعني تفاعل. في محاضرة اليوم عطونا وايد تعليمات عن السلامة سواء في الكارتينج أو في السيارة العادية، وعطونا نصايح إن شنو نقدر نسوي في حالة الحادث أو الحالات هذه. وطبعا إحنا وايد متحمسين حق الكارتينج لأن هاي بتكون تجربتنا الأولى إن إحنا نمشي. تعلمت اليوم عن السيارات، عن الحوادث، وشلون لازم الطفل وين يقعد، اللي في سنتين لازم يقعد ورا ولازم يكون كلهم عزام. واحنا وايد متحمسين ان بعدين هم معطينا اول شيء ارقام وهم يختارون ويقولون هذا اللي بيركب سياره اللي بيمشي ويسوي المناسبه. ما
محاضرة تحمل في طياتها الكثير من المعلومات تعلموا من خلالها الطالبات كيفية القيادة والالتزام بالقوانين وتعزيز مبدأ السلامة، وبشذي تكون اكتملت جاهزيتهم للقيادة في الفترة المسائية. في هذه الفترة المسائية الأخيرة بالمعسكر الصيفي الثامن للأكاديمية الملكية للشرطة، احنا متواجدين اليوم في درة البحرين بكشتة بحرينية أصيلة ولكن بأسلوب معاصر وجديد. تابعونا نتعرف على شلون راح يقضون الطلبة هذه الكشتة بهذا اليوم. اليوم عبارة عن رحلة إلى درة البحرين، هي عبارة عن كشفة المعسكر الصيفي مع طلبة المجموعات، وقسمناهم لثلاث مجموعات، منهم يلعبون كرة الطائرة ومنهم السباحة ومنهم كرة القدم. عندنا مختصين يدربونهم أساسيات السباحة ولكسر الروتين من ورش العمل إلى يوم ترفيهي للطلبة المعسكر الصيفي. استانسنا وايد، رحنا البحر، تسبحنا، لعبنا كوره، استمتعنا يعني. وين شنو لعبت اليوم؟ والله رحنا البحر في الغزير، لعبت الطائره ولعبنا كوره وسبحنا وغصينا. اليوم يعني سبحنا في البحر يعني وغصنا ولعبنا كره، يعني وايد برنامج حلو يعني في العسكر. تسبحنا وتستانسنا يعني لعبنا كورة، سبحنا بعدين لعبنا كرة طائرة. لأن آخر يوم حبينا نستانس ويا بعض ونختمها يميع إن شاء الله، بس دشينا نتسبح ونلعب يميع بس ونكون علاقات جدا إن شاء الله ونتقابل مرة ثانية إن شاء الله. يعني ما في شيء للفشل، دائما أنت لازم تسوي إنه تنجح، لازم تنجح، ما في شيء اسمه رسوب، ما في شيء لازم يقطع عليك. اوه توك مبدل، ها توك مبدل من بعد السباحه. خبرني ايش سويت اليوم؟ سبحت زين والبحر كان حلو، بعدين لعبنا كره الطائره، تعلمت القوانين زين، وتعلمت ان ما صرخ على احد زين، وتعلمت الاحترام. انا كل يوم اقعد من الصبح هاي هني استانس ويا ربعي ويا مرشحين، كل يوم نقعد نروح كل محاضره الصبح استراحه، نقعد يوم بعدين المساء، بس هاي كامل يومي لخميس، بعدين يصير الجمعة نتملل، بس كلنا بالمعسكر تعودنا على المعسكر. تعلمت ان الاحترام من الاخرين وشلون ان تحترم رأي الاخر، وان اذا واحد يكلمك لازم ما تطول لسانك عليه. ما بين كرة القدم وكرة الطائرة بالإضافة إلى السباحة، وصلنا إلى ختام هذه الكشتة بدرة البحرين في جولتنا المسائية بآخر يوم للمعسكر الصيفي الثامن للأكاديمية الملكية للشرطة. فترتنا المسائية تنطلق معاكم من بعد محاضرة الصباح، ورح نقوم بجولة بنجرب من خلالها سيارات الكارتينج والمنافسة الجميلة ما بين فتيات المعسكر عبر سباقات السرعة، بالإضافة إلى تجربة سيارات الدفع الرباعي على الطرق الوعرة. تابعونا استمتعوا معنا في هذه الجولة.
شيء عطونا محاضرات علمونا وكنت وايد متحمسة، بس يوم جربت تحمست أكثر والحمد لله تمركز لها. اليوم الصراحة وايد استانسنا وايد الجولة كانت حلوة، والصراحة أقول حق اللي ما ركبوا يركبون لأن صدق وايد استانسنا والحمد لله حصلنا المركز الأول. أول شيء في بداية المحاضرة علمونا الأمان أو شيء أمن السلامة، وبعدين علمونا شو معنات الفلاج عشان لما نطبق عملية نعرف هذه متى نوقف متى نبدأ الريس وهاللون. بدينا بصراحة بداية وايد قوية. بعدين الحمد لله في المركز الثاني. وايد استمتعنا بصراحة. وايد علمونا أشياء مفيدة، ومو بس نطبقها في الكارتينج، نطبقها في حياتنا اليومية. من البديهي أن جولات الكارتينج وسيارات الدفع الرباعي أساسها ومضمونها هو الترفيه، لكن المعسكر دائما يؤكد على أهمية التعليم المباشر والغير مباشر، وهذه اللي تعلموا فتيات المعسكر اليوم من خلال المحاضرات اللي استمعوا لها من هذا المكان. نختتم معاكم جولاتنا المسائية من حلبة البحرين الدولية وتحديدا حلبة الكارتينج. استفدت وايد اشياء، الرحلات اللي يودونهم، المحاضرات اللي يسوون لهم، والله اشياء وايد استفدت. يعني قالت يعني انا مرتاحه، يعني هاي السنه ياليت بعد كان الوقت ازيد، يعني هذه اللي هي احنا شفنا منها. والله وايد يعني اشياء استفادت، خاصه الفعاليات اللي والمحاضرات اللي يعطونهم، يعني وايد تعلمت اشياء، راحت اماكن ما كانت تروحها. أشوف إن يعني شو شخصيتها اثقلت شوية كبرت عن يعني عن عمرها اللي كانت تسمه محدد لها. فمن اشتركت وياهم ترقد من وقت، تقعد من الصبح، وأشوفها وايد يعني صاير نشيطة في البيت اللي نتي ويا من المجموعة ويا ربعها، تقعد تقول لنا الصور ونودوهم، وحسيت من أول يوم يعني إنها وايد اندمجت وياهم واستانست معاهم. روتين أولياء الأمور في استلام فلذات أكبادهم لم تختلف طوال فترة المعسكر في نقاط الاستلام الموزعة على جميع محافظات المملكة، وتواجد أولياء الأمور بهذه النقاط يكون على فترتين في ساعات الصباح الأولى لتسليم أبنائهم يوميا للمعسكر وصولا إلى عودة أبنائهم في المساء. أحسن شيء في المعسكر والله مستفيد وايد، وصار أحسن من قبل، يعني يحترم الوالد يحترم الوالدة، يسمع الكلام ويرقد من وقت، يعني الحمد لله مرتاحين. يعني كان في البيت يالس بين الانترنت وبين التليفون ومتكسر، الحمد لله صار نشاط وصار حيوية وكان شجع، يعني يومية من الصباح الخير كنا حق مرسن يعني واقضى بزور، لكن الحين يالس من الصبح يلبس ثيابه هذه العسكرية ويالس الرياضية ويروح العمل، يعني كنا رايح بالعمل رايح عمل عسكري، يعني وايد تغير، يعني من أول كان معاملته يعني كله كئيبة ويالس الحين نشيط ويجي ويجلس في البيت ويسولف ويانا ويضحك، ويعني تغير وايد، يعني تغلب 100% تغير عن قبل. لاحظنا في الانضباط ترتيب حتى شخصيته، صار الناس نوع حرية التكلم، انه ما صار عنده عدم خوف من انه يواجه او انه يعبر عن اللي في داخله. انصح بانه يخلون عيالهم يشاركون بدل تضيع وقت في العطلة الصيفية بانهم يتعلمون ويغيرون من شخصياتهم. والله انا تقريبا بشكل يومي اساله وين رحت وش سويت وين يعني ايش تعطوكم، فيعني احس الحمد لله اوكي، يعني في تطور، وفي نفس الوقت يعني في بعد نضوج شوي في العقلية، يعني شوي يعني ابتدى يفكر، يعني ما بقول مثل الكبار
لكن شوي يعني وصل لمستوى يعني الكبار شوي يعني. والله انا انصح كل ولي امر انه يسجل ابنه في النشاط اللي هو الصيفي اللي تقيم عليه وزارة الداخلية، نشاط جدا ممتاز. والله احس انه وايد تغير، انه هم نوعية انه ما يقعد في البيت، او اذا يقعد كله ارقاد نوم نوم. احلو من نوع انه انا ارتاحيت انه من الصبح يعني يكون معاهم ليه بالليل يعني اياي، وعنده حافز حق انه يروح مرة ثانية، انه اليوم سوينا كذي، اليوم ودونا ذي المكانات، لانه هم من نوعنا ما يروح المحلات. فلا والله احس انه وايد استفاد، عشان كذا اقول له ان شاء الله الحين كل سنة بخليك وياهم. تنظم وقته، وقت الارقاد، وقت الاكل، والحمد لله يعني يحس روحه هو انه يشتغل في هالشيء، حب هالشيء، فيقوم من وقت ويضبط الساعة. انا يعني مثل ما تقول عشت وياهم 4 سنوات وحافظ كل شيء هناك عنهم، وما شاء الله تدريبات كل شيء كل شيء، واحد دورات تعليمية حتى يعني خلاص لنهاية الموسم اللي كان حق عمري بيطوف يعني، فما أتمنيت هالشيء لأنه وايد صراحة نفعوني في حياتي وغير الشهادات اللي أنا حصلتهم منهم. فعلا ترى تغير وايد، يعني أنا ولدي من النوع اللي كان طول النهار راقد وطول الليل سهران، الحين ابتدى يتغير، قام يرقد من وقت عشان يقوم من وقت. أسأله دائما يقول لي استفدت وايد أنا من المعسكر، النظام، هدوء، الانضباط، هذه شغلات وايد يعني أحسها فيها تغيير. يعني البرامج جدا راقية أنا أحسها، ويقول يا ريت ماما كان هذا المعسكر طول السنة مو بس هذا، يعني مو بس هاي الفترة. جدا منظم، جدا يعني مشروع جدا راقي، يعني أنا حتى أقول المفروض هو ما يتوقف أو أنه تكون بس فترة قصيرة، يعني المفروض يكون أكثر من هذا الوقت، لأنه يعني في طول اليوم يعني هذول الشباب يعني يشغلون حتى عن هذه الأشياء الإلكترونية والألعاب وهذا، قاعدين يعني إن مخهم متفتح من الأشياء اللي قاعدين يشوفونها ويلمسونها والأماكن اللي قاعد المعسكر يعني يوديها حقهم وكذي. والتنظيم جدا جدا ممتاز، الأشياء كلش راقية. أنا من يعني من أول ما وديت عيالي اثنيناتهم، الحين عيالي ما شاء الله في الجامعة، ف يعني أقول إن هذا مشروع يعني شقد ما الواحد يشكر عليه وعلى الناس القائمين عليه يكون مقصر، لأن من جميع النواحي ومن جميع يعني الجوانب مغطينها. زار الطلبة شركة نفط البحرين بابكو وتعرفوا من خلال هذه الزيارة على تاريخ تأسيس الشركة والمنتجات التي تقوم بتوفيرها، كما استمعوا لمحاضرة توعوية حول سبل السلامة من أخطار الحريق.
3 أسابيع انقضت بلمح البصر، شاركنا فيها الطلبة والطالبات جميع فعالياتهم في المعسكر من زيارات ومحاضرات وورش عمل. نتمنى أنكم استمتعتوا بكل ما قدمنا لكم إياه من خلال رسالتنا اليومية، وإن شاء الله نلقاكم في السنوات الجاية. معسكر الأكاديمية الملكية للشرطة بنسخته 8 وصل إلى ختام فعالياته بهذا اليوم، نلقاكم على خير إن شاء الله بنسخته 9. وإحنا بدورنا نحب نشكر كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إقامة هذه الفعاليات لمعسكر هذا العام. نلقاكم على خير وإلى اللقاء.